تتسارع الأحداث في طرابلس وعدد من المدن في موجة احتجاجات لم تهدأ رغم القبضة الأمنية في العاصمة وبعض المدن، لكن طرابلس كان لها النصيب الأكبر. مصادر الـ 218 أفادت بإطلاق نار على مجموعة صغيرة من المتظاهرين، من بينهم سيدات تجمعوا عصر اليوم أمام قاعة الشعب في طرابلس تمهيدا للخروج في المظاهرات التي دعا لها الحراك 23 من أغسطس. وكان الحراك أعلن عن تنظيم تظاهرة مليونية الجمعة في ميدان الشهداء داعيا أهالي المدن والمناطق المجاورة والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة، لكن متابعون أكدوا انتشار قوات أمنية ومجموعات عسكرية في أنحاء متفرقة من العاصمة محال دون قيامها. ومصراتة المشهد كان مشابها لكن دون أي إطلاق للنار. تجمع عدد من المحتجين أمام مبنى البلدية مطالبين بإسقاط الحكومة وتنفيذ الوعود السابقة التي أطلقت لانتشال المواطن من معاناته. وخرجت في جميل مظاهرات داعمة للحراك تحمل ذات المطالب، وأيضا بنوليد خرج المحتجون مطالبون بحقوقهم الأساسية المتمثلة في الكهرباء والماء والسيولة. في الجنوب تحديدا سبها كان المواطنون في الموعد بخروجهم في مظاهرات ضمن حراك ثورة الفقراء، وطالب المحتجون بإسقاط حكومتي الوفاق والليبية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية وغياب الخدمات الأساسية.